يلا هقول لكم ريسبي وهي ازاي نعمل ستيك ستراب لاين. هنجيب ستيك ونتبله بطوب مفروم وبصل احمر مفروم وبصل اخضر وزعتر وملح وفلفل اسود وعسل وخل عنب وزيت زيتون وصوص ورشستر وصويا وبصل احمر واخضر تاني، وهندخل الطاجن ده الفرن لمدة 30 دقيقة وبس كده، جوسي قوي. هنقدمه مع رز وجربوه، قولولي رأيكم واستنوني في ريسيبي جديدة من فود توداي.